ابو علاء احلى مسا من عم راشد. ايش يا ابو علاء؟ يا عم تولي افتون. هاي انا جاي عشان ارقص معاك. وانا لما احب ارقص ارقص مع معلم مش متعلم. فريدي وشي، انا قلت لك عايزه فرح اتضايق عشان ما اشوفش الاشكال دي. انا طالعه. انت يا بيبي، بيبي عسلية. انت يا بنت انا بكلمك ردي عليا. انت بنت خلاص يا فتون، انا بتلك خلي الليله دي تعدي. لو في حد يا اختي ضايقك قولي لي وانا اطردهولك عشان تنبسطي وتعيشي ليلتك. انا عايزه الليله دي تنفض. ايه يا عسليه؟ أيوة. هو الفرح خلص يا اختي ولا ايه؟ لا يا اختي ما خلصش. خشي جوه الجاتوه، الحاجه الساقعه موجودين. يا جماعه كنتوا سي ورثي؟ عايزه تقولي ايه؟ يبارك يا اختي. يور سيرفنت. اتفضلوا يا اختي اتفضلوا. سالي فعلا. ايه ده؟ انا مش هينفع احضر الفرح، انا لازم امشي. كريم منف بقى. يلا يلا. بس هو انا عايز اسال سؤال، هي اسمها عسليه ولا سالي؟ عشان هما بيقولوا لها عسليه. طب يلا يلا. وبعدين بقى يا بنتي فكي وشك، حرام عليكي. ايه ده فريدي سحنتك بقى؟ ده منظر عروسه ده؟ ده انت ولا اللي رايحه تقابل عشماوي. اضحكي يا ستي مثلي. ما تسكتي بقى يا غن. الله، ما انت شايفه جوزها اللي ممدود شبرين. مش دعوه بيها، ما تتريقيش على اختي، فاهمه؟ وانت يا حبيبتي ما تخافيش، وزي ما قلت لك بالظبط، انت تعوزي وهو ينفذ. حستك عينك تعملي حاجه انت مش عايزاها، فاهمه؟ يا اختي اهو جاي. يلا يا اختي يلا يلا. وبالمرة نلحق كمان نجيب بطاقتي وتودي للراجل فستان. طيب يا اختي. مساء الورد. ازيك يا عريس؟ زي الفل. عبالك عبالك. الله يخليك يا اخويا. النبي امان عليك. البيت البيت بعناية. واحدة واحدة عليها يا اخويا. الله يرضى عليك. يلا يلا مع السلامة. طرقوني. مع السلامة يا اخويا. يلا يلا. انت بتتزوق على ايه؟ انا جايه لكم بكره الصبح. يا ويلا يلا بقى، ما تنساش تقفل الشبابيك يا مفضوح. يلا يا اختون فضحتينا. مبروك يا حلوة الحلوين كلهم. عسلين عسلين. تعالي تعالي خايفة ليه منك؟ ما تخافيش. ايه مالك خايفة ليه؟ تاكلك؟
الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. أنا عارف إن أنت ممكن تكوني مش مبسوطة، ما أنا بحس وبفهم برضو مش زي ما أنت متخيلة. أنت عسلية، حاجة كبيرة أوي عندي، كتير قوي عليا. انا عمري ما تمنيت من ربنا حاجه قد ما تمنيتك. انا من النهارده مش هزعلك، هعمل لك كل اللي انت عايزاه، طلباتك اوامر تتنفس. لو طلبت لبن العصفور هجيبهولك. أنا بقالي 20 سنة لا حد حبني ولا حد خاف عليا. آخر إيد طبطبت عليا كانت إيد أمي الله يرحمه. ساعتها نسيت معنى الدفى، نسيت معنى الحنية، نسيت ان انا بني ادم اصلا. انا مش وحش يا عسلية، أنا مش وحش. عارفة أنا دلوقتي أخش أحضر لك العشاء، عارفة ليه؟ عشان أفضل طول عمري أقول لكل الناس إن في ليلة دخلتي حضرت العشاء لمراتي. أنا اتجوزت أحلى ست في الدنيا، عسلية. لولوز لولوز اختك قلبها مفتحلها، عايزه انام مفتحلها بعد كده تعالي نامي. يلا يلا حبيبتي يلا يلا. بقول لك ايه، ما تنفضلها. لا ما صحش اسيبها في الباب كده، نفضلها ما تقف شويه، لازم نفتحلها. ايه ده ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ اللي يشوفك امبارح وانت خايفه ومرعوبه ودمك هربان ما يشوفكيش النهارده وانت منوره وزي القمر. بنت انت كويسه؟ طبعا فيري نايس. ما انت شايفه جمالها، ما احنا سيبناها امبارح عسليه رجعنا لقيناها برطمان مربى. تهدي يا اختي انت وهي بتغنوا وتردوا على بعض. انت مش هتضيفينا ولا هي بنت؟ ما تقومي تعملي لنا بقى شاي. بس بس اقعدي يا عسليه، في ايه؟ اللي عايز حاجه يقوم يعملها، المطبخ جوه عندكم، احنا قاعدين في بيتك يا فتون. هو انا جوزتها لمحامي ولا ايه دافع عنها؟ بس بس انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ قولي لي بس السكر والشاي فين وانا اعمل لكم احلى كوبايتين شاي. خليك انت، انا هقوم اعمل الشاي يا راشد. معلش بقى يا عروسه. ماشي. انت بداتها بمعلش، امال السنه الجايه هتقول ايه؟ هنيجي نجيبه من فوق الدولاب. ما تجيش في انت وهي. بقول لك ايه؟ ما
معكش سجارة صباحها كده من بتوع فرح امبارح؟ لا سجارة ايه؟ انا بطلت خلاص. يا راجل ده انت امبارح كنت تولع الحجر تولع منه سجارة تطفيها تشتغل خوابير. انت هتعمل توبت عليا ولا مكمر الحشيش عشان تبيعه وتاخد فلوس؟ بس 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 البكابورد اللي اتفتح ده. خد يا اختي السجارة اتفضل. ايوه كده رجالة ما تجيش الا بالسك. وانت سيب مين يفهم فيهم. اه بس بقولك ايه ده اخرنا خلاص مفيش منه تاني. انا هبطل. طب يا مبطل بقى انا عايزه فلوس. اصلي قاعده عند غنوه يومين فمحتاجه فلوس. الله طب ما ترجعي تقعدي في بيت. يا سيدي سيبها تقعد تغير جو يومين واهو برضه تاخد راحتك انت والبيت. الله مش انت الذكر بتاعنا ما تدفع كيشت. وانا قلت لك لا مش هديك فلوس. انا بقول لك ارجعي اقعدي في بيتك. راشد عنده حق يا فتون لازم ترجعي البيت. لا ما عندوش حق يا اختي. ها هتدفع ولا ايه؟ بس خلاص وما بنت عسل هات المحفظه من جوه. حاضر اخوي. شايفه شكمها ازاي؟ اه يا اخويا ذكر شاكم البيت وماشي ايه. الله اكبر عليك. استني ايدك يا ست البنات. خد يا ست الكل. ايه ده؟ انا عايزه 500. 500 عفريت لما ينططوه. نعم 500 جنيه في يومين. هتدفع ولا ايه؟ ما تقول. خدي ياخد عدوينك ان شاء الله. اصطبح بقى. انت خايف منها ولا ايه؟ لا خايف ايه؟ انا بس اتفقت مع عسلين ان انا هبطل بعد الجواز بس دي يعني استبحت الصباحية بس. انا عارفة انك ممكن تغوي ابليس يا فتون بس من هنا ورايح مالكيش دعوة براشد. والنبي مراتك عندها حق او المصحف. طب بقول لكم ايه يا جماعة؟ نستأذن احنا يلا يا فتون اتأخرنا. اه يا اختي نكملها على السلم. رايحين فين اصب لكم الشاي؟ لا اصل انا يا اختي ماليش في السهوكه اللي انتوا فيها دي. خلصوا السهوكه واشربوا الشاي عشان انا مرارتي صعبه قوي بيجي لي حموضه. مبروك يا راشد مبروك يا عسلية. الله يبارك فيكم شرفتوا ونورتوا. مع السلامه يا اختي. مبروك يا حبيبتي ربنا يبارك فيك. مع السلامه. السلام. مع السلامه. ده هو نفس واحد بس. انا اقدر ازعلك برضه يا ست البنات. النهارده نفس واحد بكره سجاره وبعد كده نرجع لقديم واحنا ما اتفقناش على كده يا راشد. صح صح انت عندك حق احنا ما اتفقناش على كده. هي المفروض تبقى قطعه بنهي على طول وبعدين خلاص. ده هو يومين ثلاثه وانزل الشغل الجديد وانسى بقى كل القرف ده. معلش حقك علي حقك علي عشان خاطر حته صغيره. انتوا زغنتوت انتوا زغنتوت. تليفون شو تليفون؟ الو ماي دارلينج ام سو هابي فور يو. مبروك ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انت اتجوزتي اللي انت بتحبيه مش كده؟ كان اسمه اي ثينك الحسن صح؟ نو I married another man. It's a long story. I will tell you when I meet you. خلاص يا حبيبتي. انت بتتكلمي بكافيت ولا ايه اللي بتقوليه؟ Enjoy yourself, huh? انبسطي. على فكرة جايبة لك حتة كادو هتعجبك جدا. ربنا يخليكي ليا. ماشي يا حبيبتي. اوكي يلا. باي حبيبتي. مع ألف سلامة. ربنا يخليكي. مع السلامة مع السلامة. ايه ده؟ ايه في ايه؟ مين؟ كنت بتكلمي مين؟ دي مدام سهى. سهى؟ سهى مين؟ نزل رجلك. سوم باي ذا واي اسمها عسليه. يس اي نو اسمها عسليه. شفت البطاقه بتاعتها؟ انا اللي مشغلاها وانا بقى سميتها سالي. البت دي شي هاز ا فيري فيري سترونج سبيريت. شي ان اكستروفرت ومن يوم ما دخلت البيت وبقت جزء منه. وعلى فكره لماحه جدا. شي از فيري فيري سمارت. ما عندهاش طول. فقيرة ومش متعلمة بس لو ركزت معاها شاطرة جدا هايلة. يا ماما
ناس مختلفين تماما عننا. انا امبارح كنت في الفرح بتاعها. كنت ايه؟ ثانيه واحده، كنت فين؟ كنت فرحها سالية او سالي دي. انا عارف ان انت بتحبيها قوي وكنت لازم اروح اساعدها and give her a hand. Really؟ تروح تساعدها and give her a hand. And you know that I love her very much. ما خدتنيش ليه بقى طيب؟ سون انت لو رحت هناك تتاكلي. الناس هناك مختلفين خالص. حرامية وبلطجية وبيضربوا نار. ما ينفعش تروح هناك خالص يا سوف، عشان كده ما قلتلكيش. And she بقى is very different. وبقى لها سنين بتشتغل معانا وانا بحبها والبنت دي شاطرة وكويسة. And you know that I love her. And you know that she's very very good. Okay, come on. Even if ما ينفعش يبقوا قريبين مننا الناس دي خالص يا سو. وانا في ناس مستنيني بصراحة. And I have to leave. Go. Go. Okay. Love you. واحلى قهوه معاك يا عم صلاح. قول يلا انت تعمل سياحه. امشي. شيش عم راشد؟ ايه فين يا باشا؟ بص يا عم راشد، انت عارف انا بحبك قد ايه وجاي لك في كلمتين ورد غطاهم. امان ريحتك فاح معاون الباحث سالنا عليك. انت بتشتغل في الحلوه دي من امتى؟ تسلم ايدك. شكرا شكرا. حلوه يا باشا، والله ما بشتغل في البودره ما انت عارف. لا انا مش عارف، سياده المعاون هو اللي عارف كل حاجه. لما نفسك يا راشد، واعتبر وجودي النهارده ده تحذير ليك ونموت فرحك اللي انا ما جيتوش امبارح. ايوه يا باشا، لكن انا يعني لا ما لكنش. انا كده خلصت ذمتي من ناحيتك، واللي جاي ما فيهوش زعل كده. انا عداني العيب. وازح يا باشا وازح. عالحلوه والمره مش كنا متوعدين. ليه تنسى بالمرة؟ ليه تنسى بالمرة؟ ايه يا حلو كده ما ياكلش؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي. السجن ده وحش قوي. ايه ده وحش؟ ادي ده محمد يا تعالى اسندني. لا ايه ده بجد وحش؟ محدش قال. انت كنت فاكر ايه؟ هيعملوا لك سجن تتمنجل فيه يعني؟ انت متجوز علي؟ عندهاش عليا شهر. طب ما مصلحة. خدت الحلو من الجواز، خدت وش القفص زي ما بيقولوا. يا جدع ما تفكرش، الفكر بيتعب وبيطول الوقت. اضحك عشان ايامك تعدي وتفوت. انت هتخرج امتى؟ انا بعد 60 شهر و11 يوم. يعني دول كام سنة؟ 5 سنين و11 يوم. الحكومة مش هتسيب لي 11 يوم، بس دول يعدوا هوا. أنا يمكن ما الحقش أتغدى معاك بكرة. اضحك يا جدع وما تفكرش، أوعى تفكر في اللي بره. اللي بره واسع والكل سالك فيه، لكن هنا ضيق مخنوق. وأنت يا ابن الناس مش ناقص خنقة أكتر من اللي أنت فيها وزنقة. زي ما قلت لك اضحك عشان أيامك تعدي وتفوت. وتفرح الليمي. ايوه على الحلوه. ايوه ارقص يا ابن عمك علي. انا ما يخرجونك بالسلامة يا رب. يا رب يا اختي.
انا هعمل شاي. خليك انت، انا هعمله لك حبيبتي. لا يا اختي انا هعمله، ودينا قاعدين بنتكلم مع بعض شويه. ماشي. جوزك نام؟ لا صاحي في اوضته، ممدد على السرير. شيل الحله دي رجعيها ورا. يا راجل انا بعمل شاي، صب لك. هو قال حاجه؟ قال لك عارفه يا بنت انت طلعتي جدعه. ليه بقى؟ الواد ما خرجش من يوم الصباحيه غير يومين تلات. يا اختي اسكتي، عبيته في البيت ده بدل ما يخرج للقراديش بتوعه. النبي عندك حق، بس انت عارفه بقى ايه اللي عاجبني؟ ومنخشش في نافوخي كده. ايه بقى؟ انه بيخاف منك. راشد بيخاف على زعل يا فتون، مش بيخاف مني. يا جامد انت يا حرام. زي ما بقولك كده. بس انت كنت تفتكري ان راشد بيحبك الحب ده كله يا بنت؟ تصدقي لا، انا قلت اشوف معاه سواد مر، بس الحمد لله ربك خلاه في الظنون وطلع طيب وحنين. انت ما كنتيش مدياله فرصه يا اختي، ده انت كل ما يقرب منك كنت بتهبشيه. ربنا اللي بقلب القلوب بقى يا فتون. عندك حق يا اختي والله. فين يا جدعان الشاي؟ ايه لا شاي ولا غدا؟ هفضل واقف زي قرد اقطع كده؟ عايزه فلوس. عايزه قد ايه وليه؟ عايزه 500 جنيه اشتري 3 فرخات و3 كيلو لحمه ومكرونه ورز وكده. ولا اقول لك اجيب فرخه وكيلو لحمه على ما تشوف لك شغلانه. لا خد الفلوس اللي انت عايزاها، ان شاء الله تشتري 10 كيلو لحمه. الو سيد الناس. يا عم اعمل عريس براحتي. قول لي. لا انا كان شويه حد حبيبي من الاسم قال لي ان المباحث عيني عليا اليومين دول. والله. طب انا جاي لك دلوقتي. يلا سلام. انت نازل؟ يعني مشوار في السريع كده وجاي. وفي السريع ليه يا اخويا؟ ما انت مبلط بقالك اسبوعين، ما تخليها في البطيء. قرأي يا فتون مالك؟ مالي انت وهو؟ ادينا مستنيين لما ينزل نشوف الشغلانه اللي هيشتغلها. انا عارف ان انا مش هخلص منك ومن لساني. اسمه ايه تلقيح الكلام ده؟ ما هو قال لك خدي الفلوس اللي انت عايزاها، بتبرطمي كتير ليه؟ ده وليه؟ وهي مش هتسكت اصلا. اتفضل. الله. يا بسم الله ما شاء الله. ده انت شكلك معكم. بقول لك ايه؟ الراجل اللي هشتغل معاه جه وشكلي هبدا من بكره ان شاء الله. طب الحمد لله يا رب. بفضل الله. انا نازله معاك. استنى لما اكل اللقمه دي واخش اغير هدومي ونازله معاك. روحي تجيبي حاجتك وترجعي. انا رايحه الغينو. خليها هي اللي تجيلك. جرى ايه يا راجل انت؟ هو انا عليا حكم ولا عليا مراقبه؟ مالكوا فيكوا ايه؟ الله في ايه يا فتون؟ هو قال لك ايه؟ بيقول لك جيبيها تقعد معاكي هنا. لا انت عارفه ان غنوه دي مش مظبوطه وانا ما بستريحلهاش. يا سلام يا اخويا، وكنت بتستريح لها قوي لما رحت قعدت عندها 3 ايام عشان تفرفش وتنعنش هنا لوحدك؟ ايه الغلب اللي انا فيه ده؟ خلاص يا فتون، خلي غنوه تيجي تقعد معاكي هنا، وهو راشد نازل يعني هتاخدوا راحتكم على الاخر. لا انا هنزل بقى. وبعدين احنا بنروح فين؟ ده احنا بنروح كافي في الشارع يعني الناس شايفانا. الله انا ما بعملش يا اخويا حاجه غلط. وبعدين تسمعني بقى، انا ليا راجل، هو صحيح في السجن بس هو اللي يحكم ويتحكم فيا، مفهوم؟ انا رايح الزياره بعد بكره، هتيجي ولا مش هتيجي؟ جاي. طب حذف كده من وشي. اقرب. نسيت الفلوس.
عن ابو فتون على غنوة على اليوم اللي شفتكوا فيه. معلش يا راشد ما تزعلش من فتون، هي بس حاسه ان دنيتها وقفت بعد ما علي اتسجن، وبعدين دي ملهاش غيرنا واحنا برضو لازم نراعيها شويه. نراعيها بس ما تقرطسنيش. لا تقرطسك بقى ايه، برضو مفيش الكلام ده، هي بس بتنفس عن نفسها شويه مع غنوة، يقعدوا في كوفي يرخوا مش اكتر. انت بتحكي على نفسك ولا عليا؟ انت اكتر واحده في الدنيا عارفه اختك وعارفه دماغها، وغنوة دي تشبه الشارع بحاله. انا بقول لك عشان ما تزعليش مني، لو صرت على اللي في دماغها هاخدك ونمشي من هنا، وهطلع على جوزها اقول له ان انا خليت مسؤوليتي منها. لا يا اخويا ما توصلش للدرجه دي برضو. انا بقول لك عشان ما ترجعش تعيط. حاضر حاضر انا هقول لها. انزل انت بس الشغلانه اللي انت رايحها دي عشان تعرف تظبطها. ما تقلقيش. بقول لك ايه يا راشد، انا عايز انزل عشان عايز اجيب حاجه. حاجه واحده بس. براحت راحتك يا باشا. طب عينيا يا سلام. لا كفايه كده حلوين. ربنا يخليك ليا. يخليك ليا يا حبيبتي. ايه يا ابني ده؟ انت محسسني ليه ان انا جاي اخطب؟ تخطب؟ كل ده وجاي تخطب؟ بتقولوا ايه؟ انا سامعاكوا. نورتوني. عارفين؟ انا بقعد لوحدي في البيت هنا بالاسبوع والثلاثه والشهر كمان لوحدي، ما بشوفش اي حد. اصل من ساعه مامي وبابي ما ماتوا وانا على طول قاعده لوحدي، ما فيش حد بيزورني. الله يرحمهم. كوكو هو مش انا بابا ماما ولا ايه؟ طبعا عشان كده جبت لكم الازازه الغاليه اللي عندي دي. امبورتد. امبورتد المستورده يعني. امسك اشرب. بقول لك ايه؟ فين بقى هو؟ ايه ده اللي فين؟ الويسكي اهو والسجاير والمزه، عايزين ايه تاني حبيبي؟ ما يقصدش المزه، الراجل بيقول المزة. الحتة اللي طلعت وهم باين عليها. لا مش وهم. ماشي يا بنت اللذينة. وحشتيني. ازيك يا حبيبتي؟ ادخلي يلا. صاحبتي فتون. وصاحبتي انا كمان. انا مهند. وانا سمر يا حبيبي. اموت انا في العشق الممنوع. وانا احمد. وانا عايزه السيجاره دي يا اخوي. يا قلبي. مبسوطه في جوازك يا عسليه؟ الحمد لله يا بابا مبسوطه. أنا كنت داخلة على الجوازة دي مرعوبة. أصل جوزي ده كان شقي، بس الحمد لله هو نازل بكرة شغلانة جديدة وبالحلال. الحمد لله. طيب أنا كنت عاوز أسألك سؤال وتجاوبيني عليه بصراحة يا بنتي. هو جوزك يعرف إنك بتيجي تزوريني هنا؟ الصراحة يابا لأ، أصل ممكن يزعل. طب يا بنتي ما بلاش تيجي تزوريني وكلميني في التليفون. محدش يابا يقدر يمنعني عنك. تعرف يا ابو الحسن انا بحس ان انت اقرب واحد ليا في الدنيا، وعمري ما كنت اتمنى اب احسن منك. طب لو قلت لك يا بنتي ان اللي بيني وبينك خلاص ما بقالوش وجود، ربنا افتكره، تزعلي مني؟ صحيح يا ابو الحسن مات، بس أنا لسه بحبه. أنا عارفة اللي أنا بقوله ده ممكن يكون غلط وما يصحش عشان أنا اتجوزت،
بس هي دي الحقيقة. ومهما العمر طال بيا مش هنسى. والنبي يابا ما تحرمني اجي اشم ريحته عندك عشان خاطري. بره زلطه وخلي عينك مفتحه. مفنجله يا معلم. الكلام اللي انت قلته لي ده يا راشد اشتغاله، وصاحبك ده بس كان عايز يتظبط. علشان ده لو حصل كنت انا اول واحد عرفت. انا ليا هناك رجاله يا راشد. لا يا عمنا، الراجل ده انا اعرفه كويس، مش هيشتغلني يعني. بص يا راشد، حكومه عارفه كل حاجه عن كل الناس. امال اللعبه فين بقى؟ فين؟ في اللي شغل دماغه ويراعي اللي حواليه، كله بتمن. ايوه تصدق صح. طب خد يا معلم دول 15,000 كده. انا لا ليا ولا عليا، جاي ابيض. وانا بقى كنت مستني لما انت تخلص الدين اللي عليك. اشمعنى؟ عشان تبقى فايق ومرتاح والمكسب كله يبقى خلصان ليك. تشرب شاي؟ لا والله يا عم انا عندي 100 مشوار. طب خلي بالك من نفسك يا راجل. ربك بيسلم. وانا بسلم. جلا جلا حلوة دي يا بوش يا عسل. يا عم يا عم يا عم يا حاجة جيد جدا. كوكو كوكو سيد الناس كل عمنا في الفجر. يا يلا بينا يلا بينا. ايه يا باشا فيها يا باشا؟ اكتبوه اركبوا انتوا. يا باشا انا سليم معيش حاجه. انا مش حذرتك يا راشد، خلي الحلوه تنفعك. انت سلمت يا راشد. يا باشا انا معيش حاجه، انا سليم. اركب يا حلاتها. حبيب اللي بحب وما شفت ازاي حد. اه والله العظيم حبيب اللي بحب. يا بنت ده انت طايره مش ماشيه. ما تخليك في حالك انت. مش تقول يا بنت ان ليك مزاج في الميه، كنت سقتك حاجه معتبره. انت البعيد ايه حمار؟ اول مره اتعلمت في وش. مستني تتعلم فين تاني؟ لا ما خلاص ذكر الزريبه في القسم زمانه بيتعلم. ليه اخويا في ايه؟ كيس مضرب حاله. انت عارفه فيها كام دي؟ 25 سنه. معلش تعالي يلا على البيت، في حساب قديم لازم نخلصه. يلا اخرس خالص، لا صوت ولم عليك ولا اكلها. يا لهوي يا رجاله انزلوا، عايز يغتصبني، عايز يتحرش بيا. انزلوا يا ناس. انا هسيبك بشوقك، انت كده كده جاي هنا. غور ياض، غور من هنا. اوصلك غور. يلا بور. يا خبتك التقيلة يا فتون، انت واختك بقى الاتنين الرجالة كده يتحمسوا كده كده يعني. ايه ده؟ انا جاية معاكي يا اختي. ما انتش جايه يا فتون. ليه؟ هتخش الاسم ازاي وانت رجليكي مش شايلاكي كده؟ انا زي الفل على فكره. سيبيني في حالي. انت كان مقبوض عليك؟ مين اللي قال لك؟ لحقتي عرفتي؟ ده انا بقالي الساعه في الاسم. بتتاجر في البودره يا راشد؟ بودره ايه وعفرطت ايه؟ جبت الكلام ده منين؟ الحمد لله على السلامه. والمصحف نورت. طب عليا النعمه من نعمه رب. انا قلبي كان هيقف
لما عرفت ان الحكومه مسكتك بكيس بودر. مالها دي؟ ركز معايا هنا، انت بتضحك عليا؟ ماشي في البطال ومنيمني صح؟ انت مجنون يا بت، وانا لو اتقبض عليا الحكومه هتسيبني اخرج. امال الونش قال لها كده ليه؟ ونش؟ وقال لك ايه بقى ونش؟ اسال فتون. قال لك ايه يا ست فتون؟ اصحي انت هتنامي. قال لك ايه ونش؟ قال ولا ما قالش يعني مش مشكله. طب والله ده انت نورت البيت. بس انا يعني تعبانه وصداع وحاجات من دي اللي انت فاهمها يعني. مالها دي؟ خد تعالى هنا. ايه اللي ايه؟ مالك كده؟ اسف بقى. تعالي هنا استني. إيه؟ وانش شافك بالحاله دي؟ مالها حالتي؟ ما تقولين في ايه؟ مالها؟ شاربه وسكرانه وحالتك بالبله. هادي اخرك مروحه عند غنوه. انا حره على فكره. محدش يقول لي تعملي ايه. ولا يعرف ابويا لا مؤاخذه يروح يوم. ابوك ده في القبر. انا هنا الراجل. تسمعي كلامي. وانا هديكي بالجزمه فوق دماغك. تدي مين بالجزمه؟ انت هتعمل عليا دكر يالا. دكر غصب عني. لا عشان خاطري يا راشد ما تمدش ايدك عليها. محدش يمد ايده عليا. انتوا هنا قاعدين في بيتي. تقعدوا بالادب والاحترام. وكمان تحطوني فوق دماغكم. ولا مش عاجبكم اتنيلوا بستين داهيه. حقك يا فتون. لا مش حقها يا راشد. شقتي زي ما هي شقتها. ده تخلصوا منكم. انا ماليش قاعده هنا. خلصت. انت عارفه مكاني. تعالى يا راشد. دي فتون بتحبك زي اخوها يا راشد. وانش مين اللي اقول له على شغلي؟ الله انت عبيط يا راشد. ايه؟ رميت البودره؟ لا جدع يا راجل. لا انا ما عنديش شغل تاني من غير فلوس. وبالسلامه بقى عشان انت واقف عليا بخساره. هات لنا يا ابني البيره والشيشه. حاضر يا معلم. ايه اللي انت هببته ده؟ مسك اسد عيني وانا عارف ان معاه البودره. راشد فاكرني بعته ليك. اعمل لك ايه يعني؟ مش هيعمل لي انا، هيعمل لك انت. اختفي بقى اليومين دول وما تخلوش يشوفك. جيت عشان اصالحك. صالحيني ليه؟ وانت كنت زعلتيني. امر الله عليا، اختي مش عارف اغيرها. وبعدين ما تنساش ان علي موصيك عليها. وانا ما قلتش معايا عسليه. هي اللي بتشخبط. يعني كنت عايزين اعمل ايه يعني؟ راجعه في انصاص الليالي وبتتطوح، والمفروض ان انا اقف قدام اللي يسوى واللي ما يسواش واقول البيت ده يخصني. صح، انت صح. من هنا ورايح انا وانت ايد واحده عليها، وغصب عنها تتلم. بس عشان خاطر بقى نرجع البيت. بلاش النهارده، مزاجي مش حلو. ليه بس؟ ما قلنا فتون مقدور عليها. مش فتون يا ستي، الشغل اللي كنت نازله راح. ليه كده؟ مش انت قلت رايح تقابل الراجل؟ ايوه، وقابلته وقعدت معاه. ولما جينا نتكلم في مرتب قال لي كلام زعلني، مستقل بيا. ما هو الشغل كده يا راشد، اللي بيشغلك بيملكك وبيتحكم بماله. ولا يهمك، انا هرجع الشغل ده بعد اذنك طبعا. ولما احوالك تبقى عال ابقى عني. انت دي ينفع دلوقتي ترجع الشغل اللي فيه كريم بيه ده؟ ما هو فيش في البيت غير هو وامه. خلاص انا هكلمه ومن بكره الصبح هنزل الشغل. تمام؟ تمام. طب اقول لك ايه؟ تعالي بيتي معايا بقى، فتون زمانها اتقلبت نامت. ماشي يا اخويا اللي تشوفه. بس انا كنت محضره اكل في البيت. مش مشكله. اطلع اوصي على الفرخه مشويه ويخلي الواد يبعتها. خلاص. حاضر اللي تشوفه. ولما ارجع بقى نبقى نوضب الاوضه المتبهدله دي. ماشي يا اخويا ماشي. روح انت بالسلامة.
يا علو مش جاي لك نوم ليه؟ انت بقالك هنا في السجن 7 سنين مش كده؟ 7 سنين ايه؟ لسه ما كملتهمش. تسأل ليه؟ متجوز؟ يعني العمر ده كله مثلا وحاضيها تحرش؟ متجوز طبعا وعندي بنت وولد. بنت ما شاء الله بقت عروسة ده 10 سنين والولد بقى راجل عنده 16 سنة. انت بتسأل ليه؟ ومراتك؟ ست أصيلة صيناني وحافظاني جوزتها وأنا فقير هي كانت غنية أوي أهلها وقفوا قصادها لكن هي قالت لا هتجوزه لفوا لي قضية تزوير وشيكات وسلع فاسدة هي قالت لا جوزي ما ياكلنيش حرام عملوا عليها كومبينه عشان نتطلق لكن هي قالت لا راجل حافظاني وصيناني انت بتسال ليه؟ لا مفيش حاجه نعم يا عم خالد كون ده اللي شغل دماغك؟ تصبح على خير تمنى له ولا بقى بيت دي وكالة يا بيت مالك يا بيت بتتنفذي كده ليه لا يهمك ايه ده يا اختي ده اللي مخليكي تتنفذي راشد قتل حسن يا فتو لا لا ما حصلش يا اختي الكلام ده هو ايش جاب دال ده ده الخاتم اللي جبته له قبل ما يموت
ايه اللي حصل يا بنتي؟ خدت في وشك وجريتي ليه؟ انا قلبي وقع في رجلي. قتلته ليه يا راشد؟ قتلته الحسن ليه يا راشد؟ عشان تتجوزني؟ ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه. والله انا يا اخويا مش فاهم حاجه. طب استنى نشوف الكلام اوله من اخره ايه. انت ما بتفهمش. هو قتل الحسن. ايه يا اختي؟ ده الخاتم بتاعه. خاتم ايه ده؟ انا مش عارف. انا ما اعرفش ايه هو. رمي بلا ده. انا ما اعرفش. انا اول مره اشوفه. مالها دي؟ مش عارفة يا اخويا في ايه؟ ده انا اوديك في 60 دقيقة. الخاتم ده؟ قتلته ليه؟ حرام عليك! قابلتك ايه عشان تقتله؟ يخرب بيتك عليك! يخرب بيت اليوم اللي عرفتك فيه! قلت لك من سرعة تعرف! سيب البيت هتموت! تعرف انت سكرانة ولا ايه؟ سيبوا المعرفة يفتوا. هو انتوا اتفقتوا عليه؟ هو انتوا اتفقتوا عشان تقتلوه؟ الصداع هيفرتك دماغي. بنت فص مالها وداد. زمانها دلوقتي بتبلغ البلوس عننا. عننا؟ عنك انت يا اخويا. هو انا كنت معاك وانت بتذبح الواد؟ كان لازم يعني تنسحبي من لسانك وتقولي قلنا وما قلناش. كنت مدروخه وانا كنت في وعي يعني. وبعدين البنت مش متاكده من حاجه. واحنا اتضربنا واتخانقنا وصوتنا وزعقنا ولما ترجع بقى هقول لها ما نعرفش. ما حصلش. لا. ولو قالت اي حاجه هقول لا غلط. لا 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 لا، هي دلوقتي متاكده ان انا اللي قتلت الواد. مين اللي معدي هنا؟ انا هيب واختص واشوفها راحت فين. عندك هتروح فين؟ رايح فين وهتسيبني لوحدي؟ عايز ايه مني يا فتون؟ تستنى لحد ما نشوف هنعمل ايه. استنى لحد ما ايه؟ ما ليها دخله والبوليس وراها. بوليس ايه؟ هي مش هتروح تبلغ البوليس ولا حاجه. طب هتقول لهم ايه؟ جوزي قتل خطيب اللي قبل كده ولقينا معاه خاتم. القصه كلها على بعضها متلخبطه. لا مش متلخبطه، وخصوصا بعد ما تنيلت اتجوزتها. فتوم احنا لازم نختفي من هنا. سالي ازيك؟ الحمد لله على سلامتك. مالك؟ مدام فين يا هيام؟ فوق. مالك يا سالي في ايه؟ دايما اقول لها انا عايزاه. ايه ده؟ انت عامله كده ليه يا عسليه؟ كنت بتعيطي ولا ايه؟ هو حصل مشكله مع جوزك ولا ايه يا عسليه؟ ايه ده في ايه يا سالم؟ انا جيت لك عشان ما اقلش منك. ايه بس يا حبيبتي في ايه؟ اهدي اهدي. انت هنا ما حدش يقدر يمسك. يا نهار اعملي ليمون بسرعه. يا سوم بعد اذنك. عسليه مش هينفع تقعد هنا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بليز اسمعيني، دي متجوزه واحد تاجر مخدرات، ممكن تبقى عامله جريمه ولا كارثه وجايه تستخبى عندنا، نوين هي تقعد عندنا. انا والله العظيم ما كنت اعرف، راشد اللي انا متجوزه. احنا مالناش علاقه بيكي ولا بالراجل اللي انت متجوزاه. In 5 minutes you have to leave، فاهمه ولا لا؟ بعد اذنك يا ماما. احتاجتي اي حاجه كلميني. Sorry Sally, he's my son.
انت اللي عملت في نفسك كده. فاكر لما كنت قاعد معايا وعمال تقول لي انك عايز تقتل الواد؟ انا قلت لك لا وعلي صدق على كلامي. انت اتخبلت في نفوخي في ايه؟ بقول لك يا راشد خد بقى لفنا السيجارتين دول علشان اروق دماغي، وبعد ما اروق دماغي تحكولي كده بهدوء ايه بقى اللي حصل عندكم وكركب حياتكم كده عشان تيجوا فجأة بربطة المعلم وتطبوا عليا. ولا حاجة والنبي يا اخي، خناقة معايا على شغل وفلوس وكده، وطلع الواد ده مسجل خاطئ. قمت انا قلت له لا نسيب الحارة ونروح عند غنوة نكن 3 ايام كده عقبال ما الامور تتحسن يعني. وماله يا فتون؟ ما هو ده بيتك يا حبيبتي، وفهمي بقى ان من النهاردة دي شقتك وانا اللي ضيفة عندك. شايف ولاد الاصول؟ شايف الجدعانة؟ الله، طب وبقيت رابطة المعلم فين؟ فين عسلية؟ طفشت. يا نهار اسود. ايه اللي انت بتقوليه طفشت ايه؟ لا عسلية كويسة ما فيش حاجة، مشكلة بس حصلت بيني وبينها وهتتحل. بقول لكم ايه؟ انا مش قادر الف الف لنفسكم. انا هنزل اشم شوية هوا، سلام. اوعى تروح الحارة. فتون. نعم. قولي لي كده بقى وهاتي من الاخر، ايه حكاية عسلية؟ أنا هلف سجارة كاملة لنفسي وأشربها كلها وبعدين أشوف أحكيلك ولا ما أحكيلكيش. محدش بيموت ورا حد، عاوزك تتجوزي وتفرحي. انت عسلية حاجة كبيرة قوي عندي، كتير قوي عليا. انا عمري ما اتمنيت من ربنا حاجة قد ما اتمنيتك. من ايدك خالص، مفهوم؟ حزينة على روحك كده ليه؟ ما اللي حصل حصل؟ مجدي حتة سرير.
كنت معاك الفلوس انا عايز 5 جنيه وهديك حاجة أبسط. خد ادي 10 جنيه ومش عايزة حاجة مني. اللي معايا ده انت محتاجاله على الاخر. بس انا مش عايزه حاجه. طب اتفرجي عليها الاول. يا عم والله ما عايزه حاجه، مش انت كلت وخدت فلوس؟ الله يرضى عليك سيبني في حالي. اسمعي بس، التوهه اللي انت فيها دي علاجها معايا هنا. هديهولك ويهديك. ما قلتلك مش عايزه. ايه ايه دي؟ ايه دي بقى؟ انا مش هسيبك، بس هي محتاجه لك اكتر مني. هي هتخاف عليك زي ما انا كنت بخاف عليك. هتبقى صاحبتك. يلا بقى ما تزعليش. يا عم انت البتاعة دي انت ما تخافيش، دي طيبة وشبهك. بصي هوريكي حاجة. شايفة بتحب تبدرى في الألوان، فهمت أنا قصدي ايه؟ داري في الألوان انت الأخرى. أي مكان تحطي فيه شوفي اللي حواليك عايزين إيه. دول مش مهم اللي على هواكي، المهم اللي شبهه. فهمتي؟ لا ما تخافيش، دي طيبة، دي طيبة، تعلمي منها. مفيش، خلي بالك منها. ها؟ خلي بالك منها. انت سايبها لي ليه؟ انت محتاجاها، محتاجاها قوي، ويا ريتك تتعلمي منها. على فكرة أنا اسمي عبد. يسوع، يسوع، مام حبيبي. عضتني. What's wrong يا حبيبي؟ أنت كويسة؟ No I'm not كويسة. مش مبسوطة خالص من اللي عملناه مع سالي ده، وانت السبب على فكرة. Stop it mom. احنا كنا لازم نعمل كده. دي واحدة من بيئة واطية، ثم انت حضرتك اديتيها فلوس، المفروض ان احنا نعمل ايه تاني بقى؟ مش عارف. I don't know. ماما الناس دي تصعب علينا اوكي، انما تعملينا مشاكل لا. تعالي معايا الجامع ماما، غيري جو كده وفرفشي، ايه رأيك؟ لا مش عايز، روح انت بليز. لا لا بجد روح انت، I want to stay home. اوكي بابي.
شاي كشري. وانا لو مش من هنا يعني وبدور على شغل تشور عليا بايه؟ اشتغلي؟ اشتغلي ايه؟ في الخدمة يعني؟ حاجة كده. في حد قريب؟ لا انت هنا في المنتزه مفيش الكلام ده، انت لازم تطلعي بره المنتزه اصلا. تطلعي بقى هناك في مكتب الحاجة أم صباح. أم صباح مين دي يعني؟ خدماتية؟ طب وسمعتها ايه دي؟ محترمة اهو. متدينة وتعرف ربنا وبتحب البنات المتدينة. طب ينفع اروح لها دلوقتي؟ لا ده النهارده الجمعة، انت تروحي لها بقى بكرة السبت من بدري. بكرة السبت؟ النهار اسود هبات فين انا؟ انت لازم تطلعي بره المنتزه وتدوري على مكان تتاوي فيه، لان المنتزه ما فيهاش بيات اصلا. طب وعنوانها ايه الست دي؟ اشربي الشاي وانا ادلك على العنوان. مش قوي كده يا زميلي. لا ده تزعم براحتك. طمت عليا ولا ايه؟ انت لما بتضرب كيمياء بتبقى رخم. خلاص خلاص الزعم يا عم براحتك. انا هروح. انت كويس. سوقك يا ونش.
آخرة الخيانة الدم. هربد عليهم الباب محدش بيرد عليا. في ايه؟ بطاقتك. وفي ايه؟ بطاقتك خلصي. ايه؟ بطاقتك خلصي. حاضر. اتفضل. انت كنت جايه ليه هنا يا غنو؟ انا كنت جايه اطمن على فتون صاحبتي. اه فتون. اخر مره شفتيها كان امتى؟ كان من حوالي اسبوع كده واصل انا بتصل بيها كتير قوي على تليفونها بس تليفون مقفول وما ما بتفتحوش خالص فقلقت بصراحه قلت اجي اطمن عليها. لا قرايب هنا ساكنه في حته تانية. لا بصراحه انا ما اعرفش اي حاجه عنها غير بيتهم ده. هو في حاجه؟ هم متخانقين مع حد؟ ما تساليش كتير انا اللي اسال بس. خلاص طيب حاضر انا بس بستفسر يعني. يلا خدي بطاقتك ما تقفيش هنا كتير. حاضر. كلمه واحده يلا. شكرا. بسرعه. هو في ايه يا مميز؟ والنبي يا اختي احنا على الحال ده كده بقالنا يومين من ساعه ما الونش اتقتل. هو الونش اتقتل؟ طب سلام بقى يا مميز. سلام يا حبيبتي. عايزة فلوس. مش معايا فلوس كتير. عايزة ايه؟ عايزة اروح زيارة علي. انت اتخبلتي في نفوخك؟ عايزة تسلمينا؟ ليه يا اخويا وانا كنت عملت ايه؟ من زمان اصل هي بلغت عني وعنك. يعني تفتكر لو رحت الزيارة هيقبضوا عليا؟ اه طبعا. هي الدنيا مالها اسودت كده ليه؟ طب عايزة افتح الموبايل عشان اكلم علي. ما تفتحيهوش اليومين دول اصبري شوية. طب انا موبايلي مقفول. وموبايل البت عسلية عامله له نمره قافلاه عليه كده يتجنن. بقول لك ايه؟ انت تعرفي البيت اللي كانت شغاله فيه البت عسلية؟ اه يا اخويا اعرفه ورا الشيخ زاهي. تفتكر البت راحت على هناك؟ يمكن. طب تحبي يا اخويا نروح لها؟ ايه يا بت؟ ايه اللي اخرك التاخير ده كله؟ فضلت الف ساعة ونص في الشوارع يا فتون. ليه يا اختي؟ ساعة ونص بهرب في الشوارع من الحكومة. الحكومة كانت ماشية وراكي؟ ايوه. بولاقة كلها ملغمة مخبرين. الولاية مميزو قالت لي انه بيدوروا عليك من بعد ما اتقتل الونش. يا مصيبتي السودا، الونش اتقتل؟ امتى؟ من يومين. وانت تعرف يا اخويا حاجة عن الموضوع ده؟ اعرف منين؟ احنا من ساعة ما سيبنا بولاقة ما عتبناهاش انا وانت. احنا نهرب من المصيبة. تجي لنا مصيبة أكبر. نعم؟ مصيبة إيه يا فتون؟ مصيبة إيه اللي أنتوا هربانين وجايين منها هنا؟ على فكرة أمين الشرطة اللي وقفني خد بطاقتي وبص فيها كويس قوي يعني أكيد حفظ العنوان. هيعرفوا منين إن إحنا عندك هنا؟ لأن أنتوا ضحكتوا عليا يا أستاذ راشد وضللتوني وديتوني بولاق على عماية فاضطريت أقول له إن أنا صاحبة فتون وعسلية. يا لهوي. وتفتكروا ان هما هيجوا لحد هنا؟ بس بقى ما تسخنيش انت كمان على الفاضي. انا هنزل. تنزل تروح فين وتسيبني لوحدي؟ برايا فتون هنزل اعس على موضوع الونش ده. موبايلي مقفول وموبايلك مقفول، هنتكلم ازاي؟ هاجي اخر الليل ما تنزليش. ودي بقى اخرتها مش كده؟ اخره اللي يقف جنبك ويعمل معاكوا جميله يتعص. كتر خيرك يا غنوه. وعموما عادتنا عندك مش هتطول. سلام. هو اللي قتل يا فتون مش كده؟
نفسي ما يطلعش هو. انت بتطلعي على بحر ميدان المرسي ابو العباس، جنب منه بالظبط الصعيد بتاع الجيلاتي، فوق منه الدور الاول مكتب الحاجه ام صباح، ان شاء الله تساعدك. والله يا حبيبتي انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا ما اقدرش اشغلك من غير بطاقه. الشغل عندنا ليه اصول. معلش. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. انا يا حاجه لو تسمحيلي يعني اقوم اتوضى واصلي الظهر وبعدين امشي. تمشي تمشي تروحي فين؟ اروح ادور على بيت عمتي ده اللي مش لاقيه بقالي يومين. استغفر الله العظيم يا رب. طب بقول لك ايه، قومي انت توضي وصلي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اعملي حسابك مش هتمشي من هنا. يعني هتشغليني؟ ان شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معانا، وبعدين بقى بقول لك هتشتغلي ايه بالظبط. الهي يسترك ما يفضحي. امين. الهي يجازيكي بيا بكل خير. امين. الهي يا رب يوصلك على مرني. استغفر الله العظيم. يا حبيبتي انا ما عملتش حاجه، انت هتركبيني كده ذنوب. طب يا اصلي فين يا حاج؟ بص يا حبيبتي اخر الطرقه كده في حمام، اتوضي وبعدين هتلاقي على ايدك اليمين كده الاوضه اللي تصلي فيها. حاضر. عن اذنك يا حاج. اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يسعدك يا رب، ربنا يبعد عنك عدوك. لا قوه الا بالله. باشا في حاجه يا كابتن؟ بتدور على حاجه؟ في واحد شغال عندكم هنا اسمه عسليه. لا ما عندناش الاسم ده يا عم. انا متاكد ان هي شغال عندكم. بقول لحضرتك ايه، انا مش طاقس تكسير في الدماغ، انا عارف شغلي كويس وعارف مين شغال ومين شغال. بقول لك اتكل على الله، روح دور عليه في حته ثانيه. خلاص يا عم بالراحه يا عم. اهلا 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 سعاده البيت. اتفضل يا بيت. ايه ده ايه ده ايه ده يا راشد؟ عامل ايه؟ ازيك سعاده الباشا؟ كويس؟ الحمد لله. يا رب دايم. ايه ده انت ايه اللي جابك هنا؟ بدور على مراتي عسليه. عسليه؟ هي كانت موجوده من يومين. اهو شفت؟ مش قلت لك شغال عندكم جوه؟ عسليه دي مين يا بيه؟ دي سالي يا حاج سالي. اه سالي، والله يا بيه ما اعرف ان اسمها عسليه. انا ما اعرفش ان اسمها زالي عندكم يا باشا. المهم يعني انا حصلت مشكله بيني وبينها كده وكنت عايز اصلحها يعني. هي قعدت نص ساعه ومشيت. مش راحت فين؟ لا ما قالتلناش بقى. بقول لك ايه يا حاج، ما تخش شوف عندك ايه شغل جوه. حاضر يا بيه. اتفضل. بقول لك يا راشد، بما انك هنا معكش حاجه حلوه. والله يا باشا انا واقف بقالي كذا يوم. طيب انت مسجل رقم تليفوني، لما يبقى معاك حاجه كلمني. حاضر يا باشا. اتفقنا؟ حاضر يا باشا. ماشي حبيبي، عايز حاجه؟ ماشي. خلي بالك على نفسك بقى. يا زينب. زينب. ايوه يا حاج. انا همشي بقى يا حبيبتي. طيب يا حاج. وهقفل عليكي من بره زي ما قلت لك، ومش هتخافي وانت قاعده لوحدك. ربنا معايا يا حاج. يا حبيبتي ربنا معاكي. بقول لك ايه، تقفلي الشبابيك والازاز وتطفي الانوار. فهماني؟ سلام عليكم. بامان الله يا حاج. الله يخليك يا حبيبتي. مع السلامه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
راشد يا ابني، بقالك سنتين غايب عني، ويوم ما تحب تشوفني بقى عايز تستلف فلوس. اعمل ايه بس يا عم، الايام دي الدنيا معكوكه معاها على الاخر. والله على الناس كلها يا ابني. بس انا اتجوزت. اتجوزت اخص عليك يا ند. انا معرفش، هو انا مش في مقام ابوك؟ والله العظيم ثلاثه كده جت على الضيق وفي السريع، ما انت عارف الجواز كله التزامات. من غير ما تحكي كتير، انت اول ما كلمتني في التليفون وقلت انك عاوز تقابلني عرفت انك عاوز فلوس. خد يا عم ادي 150 جنيه اهم، عشان لما تقصدني في حاجه ما ينفعش اقول لك لا. 150 جنيه مره واحده؟ على العموم تشكر. ما قلتليش الجوازه دي حصلت امتى وفين؟ لا دي حكايه طويله احكيها لك المره الجايه. تسمع 150 جنيه. سلام عليكم. عليكم السلام. جميلة. أنا اسمي عسلية. لا عسلية إيه، أنا اسمي زينة. أنت اسمك إيه؟ أنت لازم تستحملي معايا، لازم تستحملي. كده شكلنا ملناش غير بعض. يا ترى الدنيا مخبية لنا ايه؟ راح فين يوه؟ ليه بس كده يا زميلي، ده انا ضيف. زميلك مين يا ده، انت هتصاحبني ولا ايه؟ جاي مين يا صديق؟ جاي انسي مجر قدامي. فين ده؟ اهو قريب. عم انسي يا عمنا راشد، سيبه اكابله ده، ما عرف اسيبه. ايه يا غول؟ الحمد لله بالسلامة يا غول. تعال يا غول ادخل ادخل ادخل. خلاص يا كابل. كل كل. ايوه. كل بيتك ومطرحك. حبيبي يا عم الناس، حبيبي والله. هو ايه؟ يا لن يا دين. انما انت ايه اللي فكرك بيا يا غول؟ ايه ده؟ هو انا نسيتك اصلا؟ ده انا بقالي سنتين قالب على نمرتك الدنيا ولا الاقيها مع حد خالص.
وعلي رؤيا اخباره ايه؟ علي اتحبس خد 7 سنين يا شيخ. اه والله. وخدهم في ايه؟ في كرتون. اتجوز من هنا واتمسك من هنا. وانا اتجوزت اخت مراته. بقى الاتنين في رقبته والله العظيم. ومش عارف اعمل ايه؟ ما تشوف لي شغلانه ولا اي حاجه. امين يا صاحبي. بق متاكله دي. شكلك خسانه وهفتانه. كل يا حبيبي. تلات ايه يا زهر؟ وانا اعزم عليك انت كمان. ما تدخلي على البطه. اديني 3 4 ايام هظبطك. طب ايه؟ خد رقم. خد. اتصل بنفسك وسجل رقمي وانا هسجل رقم. راح اعمل ايه؟ اعمل اي حاجه دلوقتي. I need servant, okay? To come with me شرم الشيخ and after that come with me Cairo. Okay? ها؟ Let me ask أم صباح because she is the manager here. Okay. بتقول لك عايزة واحدة تقعد معاها في شرم الشيخ وتكمل معاها على القاهرة. هي بتتكلم إيه يا بنت؟ مين؟ هي بتتكلم إيه؟ بتتكلم إنجليزي. إنجليزي وأنت بتعرفي إنجليزي؟ الحق يا أخويا. طيب شوفي بقى سيبيني يومين يومين ها وكلميني بعدها أكون أنا شفت بنت لهلوبة. You called the office 2 days after. Okay, I'm gonna call the office after 2 days. Goodbye. Hey, Zainab, أنت بتتكلم إنجليزي يا بنت. طب عرفتيه إزاي وإمتى وليه؟ بتكلم يعني أنا بحكي لك قصة كده. أستأذنك أنا بقى 5 دقايق أروح أصلي العصر وأرجع لك. طيب يا أختي روحي يا حبيبتي. أنا كنت لقيتي على الأرض امبارح وأنا بوضب المكتب 100 جنيه عن إذنكم. اتفضلي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا جيك سفياني بتتكلم إنجليزي يا حاج صلاح؟ يا حلوة أوي أوي. ده إيه ده؟ ده أنا معايا معهد 2 سنين لاسلكي ومعرفش أقول كلمتين على بعض من اللي هي قالتهم دول. لا والله البت دي ممتازه قوي 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 وهديه من عندك يا رب احمدك واشكر فضلك. بقول لك ايه يا حاجه؟ شوفي كده بطانيتين قدام وكم هدمه من عندك يعني تكوني مش بتستعمليهم دلوقتي واديهم لها عشان هي عيني بتنام في المكتب والدنيا برد عليها قوي عليها. والله يا حاجه انا عندي بطانيتين في المكتب وبتاد مش قدام وبديهم لها بتتغطى بيهم في المكتب ومع ذلك حاضر من عينيا الاثنين انا هجيب لها هدوم مش قديمه هدوم جديده محترمه كمان. ربنا يبارك لك. الله يخليك. طب بعد اذنك يا حاج معلش اسمح لي صلاح اتفضل. يعني ايه انا بس عايز اشارك كده باي حاجه هات لها اللي انت عايزاه الاناليب اللبس اللي انت عايزاه انا عايز اخد الثواب ده. ماشي ماشي يا محروس من عينيا الاثنين ربنا يديك على قد نيتك يا رب ويديك ثوابها ان شاء الله. ربنا يخليك. صباح الخير يا صابر. صباح الفل يا باشا. نبي يا صابر المرتبه اللي جوه دي هتموتني عصعصي هيموت وهموت منكم ناقص عصعص. كل اللي عصعصك يا باشا. قول لي. عمر يا باشا. الواد كهربا الطبال ما اتصلش ولا جه؟ لا ولا اتصل ولا جه يا باشا. يخرب بيتك. صباح الخير يا رجاله، صباح الخير يا بنات. طب والنبي يا صابر طالب منك طلب. عمر يا كبير. الله يخليك شايك كده على كل اللمض اللي طارت امبارح. غيرها كلها ها؟ كله تمام يا باشا. الله يحرسك ليا يا رب. لبنك يا باشا. تسلم لي يا حبيبي. اصحى لينا احنا جينا والكل هيبقى عينه علينا. كهربا واحد بس. باشا حاكم دار الكباريات منور نجم الليالي. وادي يا كهربا. ناديه ما اتصلتش ولا جات يا وادي يا كهربا. ما احنا قلنا بقى باشا ناديه بخ. ناديه بخ؟ يخرب بيتك. انت مالك يا واد اتعلمت لوع النسوان كده زي الرقصات اللي بتشتغل معاهم ولا ايه؟ اسمع انا ما احبش اللي يخسرني يا كهربا وبقلب عليه كمان. انت مش قلت ناديه هتجيبها في ايدك وانت جاي؟ كهربا يخسر الباشا. لا كهربا قال يا ناديه يا غيرها. وبعدين ناديه مشغله تليفونها في الصمت بقالها كام يوم فبلاها ناديه ونجيب سوزي ولا ليلى. وهي ليلى يا سوزي يا ليلى مدي حته وهز يا بت هز يا بت. يا اختي مالك سوزي في نفسك كده ليه؟ دي سوزي خالص يعني. وادي يا صابر. عمر يا كبير. ايه رايك يا واد سوزي ولا ليلى؟ ده بنسك يا باشا وكهربا بياع كلام. سمعت يا منيل؟ الباشا يصرف لي يومين بس كده نقضي في حته جديده شمعايه
شمعايا ونقلب بيها الدنيا ونولع بيها المكان، والنقطة ترجع تبقى إيه؟ سيول. هز يا بت، هز يا حتة. طبال طبال يعني، لعلمك كلام الطبالين ده يهز في أي حتة، لكن معايا أنا ما يهز الشعرة مني. هو إحنا ورانا غير الهز يا باشا، الهز يا باشا. ماشي يا خفيف. يلا يا حتة. يلا اتكل على الله، شوف أكل عيش وأمن على الناس اللي معاك يا واد. زلادي فرس. عيوني. يا باي. واد يا صاب. أمر يا كبير. مين اللي بيجيب اللبن ده يا واد؟ اللبن ده قاطع، غيروا اللبان. الو بنت يا غنوه، صباح الفل. هي بنت اتغنيتي ولا ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ انا معايا فلوس؟ ده انا لو معايا فلوس كان زماني عندك كل شويه. اه طبعا. معقوله؟ عايز ايه؟ مش فاهم. ريكلام يعني؟ واحده من اللي بيقعدوا في الصاله دول؟ المولانا يا غنوه هنا اهو، تعالي خديه. امال ايه؟ عايز واحده للصلاه؟ بيتنمرضوا عليك؟ هم لازم يتنمرضوا عليك طبعا. طبعا عندي واحده جامده جامد، بس هشوف الموضوع واقول لك. طيب يا استاذ فاضل اقفل وانا هكلمك تاني. السلام عليكم. عليكم السلام. مالك كده وشك عامل كده ليه؟ طبق بس. طب عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ مسكت السودا. عملت ايه؟ الموضوع سلية. رحت الفيلا قعدت نص ساعة ومشيت على طول. بقول لك ايه؟ خدي 500 جنيه واكل وشرب وقلب معاك. ما تجيبي القهوة دي. تسلم يا رب، ربنا يخليك. تسلم. بالهنا والشفا، ألف هنا وشفا يا راشد. والله الواحد مش عارف يقول لك إيه والله يا بيما. بص عليك هتقول إيه؟ ده أنتوا قاعدين في بيتكم ومطرحكم وتنوروني يا رب إن شاء الله العمر كله. بقول لكم إيه؟ امسك كده، أنا هدخل أعمل لكم لقمة حلوة كده على مزاجي زمانكم ميتين من الجوع. يا واجباتك يا غنوة. فتون. أيوة. البت دي بتلون شويه، تهبش فيا شويه، تخش تعمل لنا اكل. الحكايه واحنا مالنا؟ هنبقى شحاتين وبنتأمر؟ انت شحاته، انا قاعد بفلوسي. قول لي هنا كنت بايت فين امبارح وجاي متدهول على عينك؟ ما تكيش فيه. الله، ريحه الاكل اللي ما اتعملش حلو قوي. اختي ايه الغلب ده؟ علي خير؟ أنس بيسلم عليك. أنس المر. أنس المر؟ ده اللي فكروا بيا ده. المر حبيبي ومص عليك وسايب لك يسلم عليك. قول. مراتك وابن عمك مش عارفين يجوا لك، معاهم حكايه كده بيخلصوها. مش فاهم الكلام. أنا الكلام اللي عندي قلته. تشكر. العفو. سلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا 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 لا, لا زعلان منكم والله. مصوعيني من غير أكل لحد دلوقتي. لا يا حاج اوعى تزعل، معلش حقك عليا، انا بس كنت مع زينب بشتري لها شويه هدوم. انا السبب يا حاج. اولا ايه بكلمك، كنت بضحك معاكي بس. هاتي السندوتشات يا زينب وتعالي ناكل سوا انا وانت والحاج. لا معلش اتعشى انتوا، انا لسه هصلي العشاء ومتوضيه الحمد لله. اصلي فين يا حاج؟ قبل الله يا بنتي. بص يا بنتي، انت ظهرك للشباك، القبله كده على طول. والسجاده عندك على ايد الكرسي. قبل الله باذن الله. اذنكم اتفضل يا حبيبتي. تعالى اقعد انت بقى. ايوه عشان تصلي براحتك. ايوه ربنا يكرمك يا حاج. الله يخليكي. اديك بقى السندوتشات لحسن انت جعان.
انا انا عايز اطلب منك طلب يا حاج. امري يعني انا بفكر كده يعني ان زينب تيجي تبات معانا هنا، اصل بصراحه يعني المكتب برد قوي وانا صعبانه عليا، والبنت باين عليها بنت ناس ما اتمرمطتش قبل كده. اللي تشوفيه يا حاجه تحت امرك. ربنا يخليك ويرضيك يا حاج. راشد عايزه سجاره. عايزه سجاره. ايه ده؟ هو راشد لسه نايم يا فتون؟ ما تقوم بقى يا راشد، انت بقالك 3 ساعات على الحال ده. انا نساها على فكره. وانت يا اختي متشيكه كده ورايحه على فين؟ رايحه اسهر سهره حلوه عند واحد صاحبي. محل النمائيه فتون يجنن وهيصه ومزيكا. قومي قومي البسي وتعالي معايا، وانت كمان يا راشد اصحى يلا قوم البس يلا وتعالى معايا. اه والنبي يلا. لا نروح ولا نيجي، روح انت يومك بيضحك. لا ما ينفعش السهره الحلوه دي تفوتها، اوعى. مزاج حلو وسجارتين وكاسين ومزيكا. قوم بقى ما تبقاش بايخ، ما تقولي له يا فتون. ما يلا يا راشد بقى، انا القعده خلاص عفنتني، بقى لي 3 ايام قاعده. طيب اهو يا اختي. بقول لك ايه يا زينب يا بنتي، يعني بسم الله ما شاء الله، انا شايفك يعني حلوه وجميله وزي القمر ومتدينه. انت ما اتخطبتيش قبل كده؟ هيحصل امتى وفين يا حاج؟ احنا ناس على قدنا، ولا لينا اصحاب ولا لينا قرايب، وبعدين في الاول وفي الاخر ده نصيب. عندك حق يا بنتي، عندك حق. يا راجل اللي انت قلته لك ده كشفت البيت. ولا كشفتها ولا حاجه، مفيش اي حاجه يعني، انا بس كنت بسالها السؤال ده عشان ليا غرض منه. ماشي يا ابو غرض ماشي، بس بقول لك على حاجه، انا حبيتها قوي. وانا كمان، علشان متدينه بتعرف ربنا حق معرفته. صح. ربنا يبارك فيها في امثالها يا رب. وفينا يا رب كمان ان شاء الله يا ست. والوحش؟ ها ده شارد في الغابة، المهم انت تعرف تصطاده؟ أحي ده انا، ده انا صنارة. طب يلا يا فشتخ. يا ابني إزاز استيراد هنا للبيت. حصل يا صباح الفل يا بيه. أنا عايزك تظبط دماغك بدوري يا ابني. إيه ده؟ خد يا عم، ظبط أنت دماغك بدي. يا أختي وحشة قوي كده ليه؟ عارفة يا فتون البت الرقاصة العجر دي؟ آه. بتاخد 2000 جنيه في الليلة عند فاضل. بجد؟ اصل انت لو شفت فتون وهي بترقص تجنن، ولا اجدع رقاصه عندك. لو النبي، طب ما تيجي تشتغلي معايا، ده انا الرقاصه عندي ايه؟ ما بتكملش عندي سنه وبتخرج من الصاله على الشباك، ايرادات نجوم سيما يا روح قلبي. ما هو كده يا فتون، ما انت جره رجلي هنا عشان تشتغل رقاصه. والنعمه الشريفه ما سمعت عن الموضوع ده حاجه، ده انا اول مره اسمعه دلوقتي. طب يلا نمشي، حسابك ايه يا عسل؟ الحساب وصل يا جميل. حساب ايه بس؟ احنا بينا وبين بعض حساب. استنى افخم ازازه مستورده اهو، القعده هتحلو. اسمع الكلام واوزنه في دماغك واحده واحده. وده جنسه ايه ده؟ نبي يا اخويا بعض يا ابني، هات كوبايات الويسكي.